شاركت دولة قطر في مؤتمر كوب 28 من عدة جهات في الدولة، من ضمن هذه الجهات وزارة البلدية، وكانت ممثلة في إكسبو البستنة 2023. شعار البستنة دوحة 2023 صحراء خضراء بيئة أفضل. احنا شفنا هذا الشيء على أرض الواقع، بالإضافة إلى ما شفنا احنا اهتمام الدولة بشكل عام في زيادة المسطحات الخضراء، في أمور الزراعة، في الاهتمام بالأمن الغذائي، في تقديم التسهيلات. كل هذه الأمور هي تشجع على أن نحافظ على دولة مثل دولة قطر، بيئتها بيئة صحراوية، نشوفها في أفضل حلة، في أفضل منظر بشكل عام. طبعا من أهم التصريحات حق دولة قطر في كوب 28 بيكون هو الإعلان عن مركز الحوت القرش الإقليمي على مستوى دول الخليج أو مستوى الشرق الأوسط. بالإضافة يعني قطر لازالت تعلن عن تمسكها بالخطة الشاملة لتغيير المناخ وأهم مستجداتها بالنسبة حق دولة قطر. الخطة الوطنية 2030 لتغيير المناخ كان فيها تقريبا لحد اليوم 98 مبادرة. طبعا احنا نشوف الإنجازات، بس بالنسبة لي من أهم الإنجازات اللي حققتها هو عندك التكامل بين القطاعات المختلفة سواء كانت حكومية وخاصة أو حتى أكاديمية في تحقيق هذه الخطة. أسعد اليوم بالمشاركة في مؤتمر التغير المناخ المقام في دولة الإمارات العربية الشقيقة، بالتحديد في إمارة دبي. طبعا متواجدين اليوم احنا هنا كممثلين عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتحديد كإدارة الاستدامة، لاستعراض أهم الإنجازات اللي حققناها خلال كأس العالم 2022 من جانب الاستدامة، وهي البطولة التي كانت أكثر استدامة في تاريخ بطولات كأس العالم. بطولة كأس العالم 2022 شهدت أكثر من 2000 طن من المخلفات، تم إعادة تدوير 80% منها، والباقي من المخلفات تم تحويلها إلى طاقة نظيفة. استراتيجية الاستدامة التي وضعتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث خلال بطولة كأس العالم ستساهم في تغيير مفهوم استضافة البطولات في المرحلة المقبلة،